السلام عليكم. كل يوم تتوسع الهوة بين الجهات المسؤولة من جهة وجهاز الإمداد الطبي من جهة أخرى لتستمر أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات العامة والتي باتت تعاني نقصا حادا في الأدوية والإمدادات والمعدات الطبية، ما زاد من تفاقم الأزمات التي تواجه المواطن الكادح. ليطرح السؤال الرئيسي في هذه الحلقة: كيف ترى النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات العامة في ليبيا؟ فلنتابع معا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. تعاني المستشفيات والمراكز الطبية في ليبيا من نقص في الأدوية والمستلزمات، وباتت هذه المشكلة قائمة دون أن تضع الجهات المسؤولة حلولا لها. فمستشفى القلب بتاجوراء الذي تبلغ سعته السريرية 250 سريرا لم يعد قادرا سوى على تشغيل 50 منها بسبب نقص الكادر الطبي المساعد المتمثل في الممرضين، إضافة إلى توقف قسم القسطرة لوجود عطل في الأجهزة، ما أدى إلى تعثر العمل، فصار المريض يحجز موعدا قبل قرابة 7 أشهر. في مركز علاج الأورام بسبها تتمثل المشكلة في النقص الحاد لمواد التشغيل، ما قد يهدد بتعثر الخدمات الطبية لمرضى الأورام بالمدينة، الأمر الذي دفع المركز لمخاطبة الجهات المسؤولة والتي لم تضع حلولا جذرية حتى الآن. كل المستشفيات العامة في ليبيا تعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى أن مستشفيات العاصمة طرابلس تعاني المشكلة ذاتها، ما أثار حافظة المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، والذي غرد في حسابه على تويتر قائلا: دعم القطاع الصحي في ليبيا حاجة إنسانية ملحة، فقط 4 مستشفيات تعمل بكل طاقتها، لا يمكن انتظار الاتفاق السياسي. تساؤلات وآراء يطرحها البعض: من المسؤول عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات؟ ولماذا لا يحل المجلس الرئاسي هذه المشكلة رغم وعوده المتكررة بذلك؟ هل أضحت قضية أزمة الأدوية مهمشة من قبل الجهات المسؤولة؟ أم أن الجهات المسؤولة تواجه عقبات تحول دون توفيرها لكل النواقص؟ أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-0302، 021-362-0303، 021-362-0304، 021-362-0305. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج رأي عام، حيث خصصنا هذه الحلقة عن نقص الإمدادات الطبية والمستلزمات والأدوية وكذلك الكوادر الطبية والطبية المساعدة في كافة المستشفيات في البلاد، إذ أن مستشفيات ليبيا جلها تعاني من هذه الأزمة والتي باتت تشكل عائقا وعقبة مؤلمة في حياة المواطنين الذين لا يمتلكون قوت يومهم ولا يمتلكون أي درهم ليشترون به الأدوية. إلى إبراهيم ومحمد كلاهما من طرابلس، قبل أن نبدأ معهما أعرض عليكم سؤال الأسبوع الذي سيظهر على هذه الشاشة الآن، والذي يقول: هل تعتقد أنه بالإمكان تجاوز العقبات التي تواجه العام الدراسي الجديد؟ هذا السؤال يظهر في الموقع الرسمي لقناة النبأ النبأ.tv، يمكنكم التصويت عليه. فيما يتعلق بنتائج اليوم، 76% يقولون نعم يمكننا تجاوز العقبات التي تحول بيننا وبين انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما ذهب 10%
إلى الرفض في هذا الموضوع، وأنه من الصعب بمكان تجاوز هذه العقبات، و14% لا رأي لهم في هذا الموضوع وتأخذهم الحيرة. هذا السؤال موجود على الموقع الرسمي لقناة النبأ النبأ دوت تي في. سيكون هذا السؤال بحول الله تعالى هو سؤال حلقة يوم الخميس المقبل إن شاء الله تعالى. مشاهدينا أتواصل معكم ونكمل ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم المتعلقة بأزمة الأدوية مع محمد وإبراهيم كلاهما من طرابلس. بك أولا إبراهيم، أهلا بك. إبراهيم أهلا بك. اهلا بك ابراهيم. اهلا وسهلا بك، تسمع فيا؟ حياك الله. الله يحييك. يا ابراهيم، يعني برايك ما هي الاسباب وراء نقص الادويه والمستلزمات الطبيه في المستشفيات العامه؟ الاسباب الرئيسيه هي اعتقد انها في شيئين اثنين. السبب الاول هو ان غالبيه الاشخاص المسؤولين في المستشفيات او عليه المخازن هم اناس للاسف الشديد، الغالبيه ما نقولش كلهم، هم ناس خلينا نقولها لصوص بالعربيه، لص في ثوب موظف، يعني يسرقون ويسرقوا في المعدات. وهذا وعلى العموم المشكله هذه راهي ماهيش مثلا حديثه بعد الثوره، انا نعرفها مثلا من 10 15 سنه، لكن كانت يعني مش متفشيه بشكل كبير. فتوى تفشل بشكل كبير، الدولة تجيب باي وتستورد بطريقة عشوائية، لكن الدواء يوصل أعطيه أسبوع أسبوعين ثلاثة ويتم سرق. هذا فيما يتعلق بالأدوية يا إبراهيم. فيما يتعلق بالكوادر الطبية، مستشفى القلب بتجراء يعاني من نقص الممرضين، وهو يحوي 250 سرير لا يعمل منهم سوى 50 سرير، ذلك لنقص الممرضين. ماذا عن الكوادر الطبية والطبية المساعدة برأيك؟ الكوادر الطبيه والطبيه المساعده اذا كان هو اجنبي، طبعا البيئه ما عادش تسمح لان يشتغل في ليبيا، لان البيئه غير امنه. واذا والبيئه اصبحت الله اعلم حسب اعتقادي بيئه طارده سواء للعنصر الاجنبي او للعنصر الليبي، عرفت كيف ولا؟ وما اعتقدش لها علاقه يعني بالمرتبات، لان هذا عمل انساني قبل كل شيء، والمرتبات يعانوا منها الليبيين كلهم. لكن الاوضاع الحقيقه ما تشجعش لا في ادويه ولا في معدات ولا نعم. وصلت الفكره ابراهيم من طرابلس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. الى محمد من طرابلس ايضا، اهلا بك محمد. السلام الله عليكم. متعدد الاسماء، حياك الله. نهارك طيب ان شاء الله. يا متعدد الاسماء، نتحدث اليوم ولكن تحدث باحترام ولن اقفل عليك الخط. يا متعدد الاسماء. منكم انتم اول حاجه يا اخوي محمد، العدد في الاسماء منكم انتم. كيف نغير في الاسماء؟ طيب انا اضمن لك بان لا نقفل عليك الخط، ولكن اظهر باسمك الحقيقي. نظهر باسمي الحقيقي، اسمي محمد. اهلا بك يا محمد. انت متسكر علي، تسكر علي انت لما نقول لكم باسمي تسكر علي. يا محمد مرحبا بك في كل وقت وحين يا محمد، ولكن تحدث فقط باسلوب يتماشى مع عامة الناس. اسلوب جيد ان شاء الله. يا محمد، المستشفيات في ليبيا، المستشفيات لا شأن لها بالعسكريين. المستشفيات الله اكبر عليك، الله اكبر عليك، خلينا واحدة. المستشفيات في ليبيا، اول حاجه احنا من 69 من حيث مزكي زبروت القذافي الحكم، والمستشفيات التالي الصحه التعليم التالي البنيه التحتيه التالي. احنا نبغوا تو نطلبوا من المستشار خليفه بن قاسم حفتر، الله يطول في عمر المشير. ماذا تطلب منه؟ القائد الاعلى للقوات المسلحه. ما دخله بالمستشفيات؟ المستشفيات الليبيه على ربوع ليبيا. طيب من الساعه درس الدير. طيب بغض النظر عن المشير، هل جاب لكم الادويه هناك في بنغازي؟ غير اصبرني واحده عليك يا راجل. المشير هل جاب لكم المشير؟ هل جاب لكم الادويه؟ بلا مشير ما فيش ليبيا، ما فيش ليبيا وضروري مشير. هل تقف البلاد على اشخاص يا محمد؟ يا محمد هل تقف ليبيا على اشخاص؟ لا توقفش على اشخاص. اذا لماذا تقول لا ليبيا دون ما مشير؟ خليفه حفتر اشخاص، لأن خليفة عبد الراجع حقيقي، راجل يخدم الوطن، يحط أشخاص في مكانات حقيقية. أشكرك إذا محمد من مدينة بنغازي، شكرا لك على هذه المشاركة محمد. إذا فعرفنا اليوم بأن متعدد الأسماء هو اسمه الحقيقي محمد. أنا بك في كل وقت وحين يا محمد، كنت معنا متعدد الأسماء والآن أصبحت محمد وعرفناك باسمك الحقيقي، وأن هذه لا شفافية منك وتحسب لك، وأهلا بك في كل وقت وحين. إلى عمار من مدينة زلطن، وأحمد من الجفرة، ونزار من درنا. بك أولا عمار من زلطن، أهلا بك.
اهلا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك على طرح هذا الموضوع المهم اللي يخص الجانب الليبي وخاصة البسطاء من الشعب الليبي اللي ما يقدرش يعالجوا من خارج ليبيا. ولكن هي مسألة الصحة يا أخي محمد بدت من 2012 وهذا كله بشيء ممنهج بتشكيل اللجان، ممكن المليارات التي صرفت كان ممكن نبني بها في ليبيا من أحسن المستشفيات في العالم. ولكن هي لجان الجرحى ولجان وسرقة وناس سرقت وكرت الزقوم في جان جرحى وتهريب، وحتى المعدات تم تهريبها من المستشفيات في تونس ومصر وافريقيا، تم تهريب سرقة هذه المعدات وتهريبها الخارج. والموظف اللي تحكي عليه ما قد شيخ جميل يجي واحد فرع تاع سلاحه سكران يبي يرجع له بابا حي، بيخاف الموظف ولا ممرضة مسكينة بتخاف منه. وبنفس الوقت بنقول لك انت حتى ولامس الصورة اللي طلعت ولامس على لجنة الجرحى بتاع البريان مرسول يرقصوا في ديسكوات تونس، الذرات وابو شعالة يرقصوا في ديسكوات تونس ومعاهم بنات، يعني هذا الجرحى بتاع البريان مرسول الناس تجاهد وهو يضرب لي في الفلوس على البنات غادي كيف الديسكوات، الصورة واضحة وبصورها وبوجوهم. يعني شيء اذا فانت ترى بان الخلل في المسؤولين والجهات المختصه، الخلل في تهريب الوطنيه، قله الوطنيه. نعم وقله الروح الدين. نعم اشكرك عمار من مدينه زلطن، شكرا جزيلا لك. الى احمد من الجفره، اهلا بك احمد. احمد اهلا بك. يبدو اننا فقدنا الاتصال باحمد من الجفره. الى نزار من درنا ونعود من ثم الى احمد. نزار مرحبا. مرحبا بك يا نزار. نزار تسمعني نزار؟ اذا فقدنا نزار ايضا عبر الاتصال، فقدناه ايضا. الى ام بشائر من مدينه طرابلس، مرحبا بك يا ام بشائر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ام بشائر. ربي يحفظك ان شاء الله. حافظك الله يا ام بشائر. يحفظ ليبيا وينصر الحق في اقرب وقت يا ربي. ويرفع عنا هذا البلاء يا ربي، ينصر ليبيا في اقرب وقت يا ربي. اللهم امين يا ام بشائر. انصر المجاهدين من اجل الحق يا ربي في اقرب وقت. يا ام بشائر. يا ام بشائر، الادويه لم تعد متوفره يعني في المستشفيات، والمعدات الطبيه والمستلزمات لم تعد متوفره، وكل شخص يذهب للعلاج لا يجد ما لا يجد ضالته هناك. برايك ما اسباب كل هذه الازمه؟ الازمه نعرفها من ايامات الحكم الاول. الحكم اللي قضينا عليه لازمة موجودة بالزادت توا زادت. الفضل يرجع ان احنا بصراحة السرقات كاترة، ممكن هم تكون يوفروا لهم في اشياء لحد ما تتوفر الادوية لحد ما، ولكن في لصوص في ناس ما تخافش ربي كاترين، حتى الاجهزة يهربوا فيها طمعوا فيها، الاجهزة اللي باغلى الاسعار طمعوا فيها لما في 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 مشاكل وفي كيف الوضع، يعني في كيف عندهم فرصه هربوا حتى بالاجهزه من العاصمه لمدن ثانيه. اذا تتفقين مع عمار الذي قال غياب الوطنيه وغياب يعني الضمير، الضمير الوطنيه، الخوف من ربي. يعني ربي يهدي الجميع، ما فيش امن، ما يعني البلاد الممرضات وينهم؟ الممرضات الأجنبيات كلهم هربوا طلعوا قعدوا، قلة اللي قعدوا. والليبيات إن شاء الله ربي يهديكم وتحسوا وتكون عندكم وطنية وتحسوا بالوضع. أغلبية الناس قاعدة في حياشها وهاربة من الشغل، تمشي ممكن توقع ولا ما توقعش، مقاعدين في حياشنا كلنا نبوا الفلوس وخلاص ونبوا المرتبات. المشكلة في المجتمع كله، من المواطن البسيط إلى أكبر واحد فينا والكبير الله، كل المسؤولين يا ويلكم من ربي، حاشا الصالحين فيكم، حاشا الصالحين وهم قلة، الناس الباهية قليلة يا أستاذ محمد. وبعدين أنا نقول لك حاجة، أمنيتي بعد ما قيام اللي قاعدة نقول عليها مباركة وحينصرها الله الثورة المباركة، أمنيتي يتحاكموا كل المسؤولين اللي شدوا ليبيا، الباهي فيهم واللي مش باهي، لأن أنا لقيت الصالح والطالح فيهم. نعم أشكرك أم بشائر من طرابلس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إلى محمود من طرابلس وأحمد من صبراتة ومروان من العجلات. محمود من طرابلس مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمود. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير يا محمود. نقص الأدوية أمر يثير اشمئزاز الكثيرين ويثير حافظتهم ويثير غضبهم، برأيك ما أسباب هذه الأزمة؟ نحييك أستاذ محمد ونحيي كل المشاهدين الكرام. حياك الله. ربنا إن شاء الله يشفي جرحى عملية البنية المرصوص ويثبت الأشاوص في جميع المحاور، والمجد والخلود للشهداء الأبرار ومثواهم الجنة يا رب العالمين. اللهم آمين. أخي العزيز، ما يتعلق بهذه الأزمة هي قديمة وجديدة من عهد المهرج السابق
الله لا تربحها خرب البلاد. بعتالي نجوا للحكومات الوزراء اللي تعاقبوا وعلى راسهم بنت الحرام هذه فاطمه الحمروش هذه. بالله عليك انا يعني انا حاير يا محمود لا نعم نعم يا اشخاص انتقد ولكن بشكل سليم. ماشي استاذ محمود ماشي استاذ محمود اسف جدا تفضل اخي. الوزراء اللي تعاقبوا المفروض كان الاولويات يجي اول ما يجي للوزاره يشوف الحراميه اللي فيها من هم هذا اول شيء تجي للحراميه اللي في اي وزاره دون استثناء الصحه التعليم اي الوزاره اي وزاره تلقى فيها حراميه هذا يتعاقب طول للسجن للقفص هذا ينحط في القفص طول لا تقدير ولا احترام. هذه اول شيء. ثاني يقول استاذ محمد اللي جانا المشكله خارج البلاد يا اخي من 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 بدايه الثوره حتى هذه اللحظه بالله عليك برا شوف تركيا برا شوف تونس يا اخي لا حتى الواحد يحكي كلام كثير كثير. اذا فانت محمود تتوافق نعم. مع عمار وام بشائر نعم نتوافق معهم وان شاء الله ربي يسهل حل البلاد. محمود من طرابلس احمد من مصراته انا بك احمد. مرحبا اخي احمد من صبراته اذا مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا احمد. حياك الله. نبي ننشر عليه مشكله صارت يعني في طرابلس رفعت عندي الوالده الى مستشفى الجلاء باهي نعم طلبوا علي اشكال في التغذيه. نزلت هذه اقل حاجه نزلت لاول صيدليه نلقى نتفاجئ بالكارت التغذيه مكتوب عليها مستشفى الجلاء. اذا احنا نبوا في ليبيا الرقابه وين الرقابه؟ وين المسؤوليين؟ اذا فياخذون الادويه من المستشفيات يضعونها بالصيدليات وهي مختومه بمستشفى الجلاء. باهي كيف وين كيف ليه انت نسكتوا لي الامر هذا؟ احنا خلاص شعب ما عادش عندنا فلوس ما عادش الامر جلال تصرفوا. نعم اقل شيء هذا نبوا المسؤولين يتحركوا نبوا لجان نبوا الناس اللي تتكلم على اشكرك وين. نعم اشكرك احمد من صبراتة الى مروان من الملعجلات. اذا مروان اهلا بك. السلام عليكم اخي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مروان قبلك يعني احمد من مصراتة قال بانه ذهب الى مستشفى الجلاء هو يقول ذلك انه ذهب الى مستشفى الجلاء فطلبوا عليه التغذيه وحينما اراد شراءها من الصيدليه وجدها مختومه بمستشفى الجلاء وهذا يعكس ربما السرقه التي تقع في المستشفيات العامه. ما رايك في هذا؟ يا اخي محمد المخازن العامه للدوله الليبيه والامداد الطبي في ليبيا يفتخر لابسط الامور يعني لما تجي لمستشفى يشتغل بساعة مثلا نقولوا 200 سرير 200 سرير طبي تلقى الامداد الطبي يعطيه حدود يعني 50 صندوق نتاع هذا اللي يتكلم عليه التغذيه يعني شيشه النورمال صلاين هذا قداش بيكفي ما يكفي شيء يعني حاليا في ليبيا شو بنقول لك التخطير موجود من وين؟ من وزاره الماليه من وزاره التخطيط من رئاسه الوزراء. الناس هذه مش مدايره مخصصات ماليه للامداد الطبي، الامداد الطبي ولكن اذا كانت هذه المخصصات الماليه يعني يتم جلبها ومن ثم تهرب الى الصيدليات الخارجيه يعني لا فائده. محمد اخي محمد اذا كان في سنوات سابقه انا اتفق معك الكلام هذا كان موجود لكن في يعني من القصه من الازمه اللي دخلت فيها ليبيا ومن ولت في تقنين في الميزانيه يعني سنه 2015 و2016 لا توجد اصلا ميزانيات، لا يوجد شيء اصلا، يعني المخازن الدوله الليبيه خاويه على عروشها. نعم، اشكرك مروان من مدينه العجلات واحمد من صبراتة ومحمود من طرابلس، اشكركم الثلاثه، اشكركم جزيل الشكر على هذه المشاركه وكل من شارك معنا في الجزء الاول، انتظروني في الجزء الثاني بعد هذا الفاصل. في يعني في بعد أربعة وخمسة وستة يعني كانت الصحة نوعا ما موجودة يعني وخاطر أدوية يعني بس الآن يعني عندنا هنا مراكز في مصراتة مراكز متخصصة أصبحت أطلال كاملة يعني ما عادش فيها شيء خلاص يعني درجة إنها قفلت ما عادش في حد يتابع فيها. أيضا لما نشوفه في مركز الكلى في هنا في مصراتة يعني من حوالي من شهرين جاءت رسالة من رئاسة الصحة من وزارة الصحة يطلب فيه من كل مريض يعني تخيل مريض يغسل يعني عفى الله الجميع يغسل أربع مرات في الأسبوع يبقى منه تقليص المدة إلى يومين بس الأسبوع يعني يعني شفت شفت كما نقول اللعب بحياة الإنسان قديش وصلت. وأنا نقول لك اللي بيقول لي لا عندهم الشرعية لأن بأيدك شرعية يتكلم عن توريد الأسلحة احنا لما يطلع يقول نبغى أسلحة نبغى أسلحة هل الشعب الليبي ما سداش أسلحة؟ احنا كملنا بعضنا من السلاح
فأني نتمنى تكلموا بعقلانية شوي، وخاصة اللي بيجي وبيقولي لا المجلس الرئاسي ما لسه دخل عطوه الشرعية، فيقولي بأينك شرعية وبأينك بيش ما لا يتكلم ويمشي برا ويجيب لنا في الأسلحة ويطلب الدعم، بأينك شرعية هذه خداها معك. نعم أشكرك يا إذا نعمل من مدينة مصراتة. كلمة أخيرة لو سمحلي. نعم محمد تفضل. مشكلتنا هي سيد محمد إن الإحساس ما عاش عندنا إحساس للأسف، تخدرنا لدرجة إن الإحساس ما عاش فيه إحساس ببعضنا، ورب يكون في العون إن شاء الله ورب يحفظ لي بإحساس. نصر الله دارك. شكرا لك أمل من مدينة مصراتة. إلى صلاح من بغازي ومحمد من مصراتة وأبو علي من طرابلس. صلاح مرحبا. السلام عليكم أخونا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا صلاح. حياك الله وبياك. أول حاجة نشكرك ونشكر جميع العاملين في قناة النبأ وخاصة الأخ اللي استقبل فينا على الهاتف. شكرا لك. ويكفينا شرف قناة النبأ أن هي اللي مزينة بيتنا وهي اللي تستقبل في جميع الآراء بما فيه متعدد الأسماء. محمد يا اسمه محمد. يا أخويا محمد أنا نقول لك مشكلة الأدوية نحن رأي مشكلتنا في اللي يمسكوا في سواء في المجلس الرئاسي أو النواب أو جميع حتى اللي يمثل فينا برا عمره ما طلع دعاء لحال البلاد ولا حال المواطن. يعني معقولة توا هذه حكومة التوافق وقلنا الأمر هذا هو اللي إن شاء الله حينقذ البلاد، يجينا السراج وغيره كل ما يطلعوا نبوا سلاح نبوا سلاح نبوا سلاح. معقولة يعني تبون نكملوا بعضنا الخمسة مليون يطلبون الأسلحة ولا يطلبون الأدوية؟ يعني هاي عليك نور. يعني لا دوع البرنامج الأدوية خاطي، الأدوية مع حكية الحليب وصلت 3.5 جنيه عندنا في بنغازي. أنا الأمور يعني شو بنقول لك، الأمور ما سوية يعني حتى لينجرح حتى لينجرح ما عندكش إلا عيادة خاصة، والعيادة الخاصة تعدي لها والله ما أنك محصل، لا محصل سرير ولا محصل مكان فيها أصلا خاطي السعر. عرفت والله قلت لك يعني نحن راي استوان عندنا الأمور كيف كيف الموت كيف الحياة يا أخويا محمد. أنا رصيدي بيكمل ونسأل الله يفتح عليك. نسأل الله أن يفتح على الجميع وأن يفرج علينا كلنا. إلى محمد من مصرات، أهلا بك محمد. السلام عليكم أخويا. وعليكم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا محمد. وأحمد من صبراتة قال يا أخويا محمد بالنسبة للأدوية نقول لك ضيعت في الأمانة، عرفت ضيعت في الأمانة، تطلع تسرق ويبيعوا في الدواء برا، عرفت اللي عليك الترايفيد، هذا الترايفيد اللي هو شراب الدواء كحة ب10 جنيه كان ب4 دينار أصبح ب10 دينار. نعم المواطن كيف بيشتري باللي عليك الدواء أصبح ولا توجد سيولة، المشكلة أنه لا توجد سيولة. المشكلة أن الأدوية ارتفع سعرها ولا توجد سيولة. لا توجد سيولة وبالعليك لأن الأدوية تتكلم من 10 والعند 20 و30 و40 أصبحت خيار خيالية. يعني واحد أصبح قديح بصفولة شتة يقول عاد يخد وحرارة يجا برا بعشر دين هو قاعد عندهم تجار مطرفين لهم ولكن باعوه في السوق والسودة. عرفت عليك أين ضيعة الأمانة، أين الأمانة، أين الناس الأمناء، الناس الخيرة وخرت وأصبحت سراق هم اللي قاعدين في نسأل الله أن يهديهم يا محمد من مصراتة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إلى أبو علي من طرابلس، أهلا بك أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ محمود، تحياتي الكنترول أسلوبه الطيب، بارك الله فيك أسلوبه طيب والله. بارك الله فيك يا أبو علي. ما رأيك في نقص الأدوية في المستشفيات؟ سمعت إلى محمد من مصراتة قبلك قال شرب الحرارة بأربع دينار أصبح بعشرة. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى وسلم على سيدنا. نتمنى أن يجيبونا حكومة تخاف الله سبحانه وتعالى. يا أستاذ محمد حتى دواء شرب الحرارة في المستشفى ما فيش، صيدلية ب15 ب10 جنيه، وبعتالي التطعيمة يا أستاذ محمد التطعيمة الأولى تمشي لو فتات لو ما فيش بكل تمشي لتونس تديرها ب2000 دينار يا راجل. وتطعيمة العاديات بالواسطات بالوجوه معقولة يا يوصل ولدك بيموت قدامك وما تلقاش تطعيمة؟ هذا على سبحان الله الشعب تلقاه متفجر يقول لك النظام نظام نظام الاول زفت واحرف زفت لكن بسبب يتفجر بيقول لك النظام الاول. كنت اقول لك النظام الاول يا استاذ محمد نبوا الادويه بس بعتني الصيدليات التجاريه حتى هم يتقوا الله في انفسهم والله لا حول ولا قوه الا واحد ما عادش يقدر حتى نسأل الله أن يهدي الجميع وأشكرك. سيولة يا محمد سيولة بيمرض لك واحد بتمشي الصيدلية بيقول لك فلوس فلوس منين السيولة تو من شهر 7 يا أستاذ محمد لليوم بالله عليك دير عليه برنامج السيولة جيب بحول الله سيكون ذلك الاختصاص بالله يا محمد. نعم سيكون ذلك. أشكرك أبو علي من طرابلس، أشكر كل من شارك معنا. إلى مفتاح من بنغازي وجعفري من العربان. مفتاح أولا أهلا بك. أهلا بك يا مفتاح.
مفتاح مرحبا بك. إلى الجعفري من العربان، أهلا بك يا جعفري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا جعفري. بارك الله فيك. يا جعفري، يعني سمعت لهذه المعاناة، ارتفاع أسعار الأدوية، نقصها في المستشفيات، نقص السيولة، أمر يعني يثير غضب الجميع. كيف تعلق على نقص الأدوية؟ والله طبعا أمر واقع هذا، يعني فساد في الصحة وفي جميع المؤسسات في ليبيا. يعني فساد واضح، ومن الدول الأولى المصنفة في الفساد الإداري والمالي هي ليبيا. لكن الحق بالحق على مليو، الحق على اللي يغير النظام. الثوار هم حطوه انهم خانب، فسد المؤسسات وخنبوا الأموال، لا سيولة لا الحق فيهم هم، المفروض يحطوا ناس وراء. يعني اللي مات واللي صار في حاجة يعني يفرمتهم، يعني هم ما نظموش، حطوا انه عملاء صراخ، وواحد شراته مصر، وواحد خطر، واحد فرنسا، واحد امريكي، واحد بريطانيا. يعني تبي الحق ما لزموش الشرع والحق، وداروا قوانين كويسه. يعني الصحه كفى. يعني تلوم الجهات المسؤوله في عدم وضع ناس يعني يتحملون الامانه. ايه الدول القمامه ما قدروش يسيطروا على القمامه يا راجل. ليبيا من اوسخ الدول، القمامه مقدوش. نعم. بيحاربوا هم الجريمه، وبيحاربوا السرقه، وبيحاربوا امريكا وبريطانيا نعم. يا اسمع. ما يعرفوا شيء، قال الماكله وخلاص، انت فريش على التلفزيون. اشكرك جعفري من العربان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. الى هذا الفاصل مشاهدينا، ومن ثم نواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في الجزء الثالث من حلقة اليوم برنامج رأي عام، تتحدث عن أزمة الأدوية ونقصها في المستشفيات. إلى سالم من طرابلس، وخليفة من الريائنة، وأم بشائر من طرابلس. بك أولا سالم من طرابلس، أهلا بك أستاذ محمد. حياك الله. والله السؤال اللي يطرح نفسه أستاذ محمد، هل المسؤولين الآن يسمعوا فيك أنت؟ والله هو بذل مجهود وتعب في المواضيع هذه، بارك الله فيك. عسى ان يكون ذلك، عسى ان يكون ذلك. استاذ محمد، احنا عرفنا اللي 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 بعد الثوره بان القذافي كان مشكله في ليبيا، وانتقموا منا الليبيين، وانتقمنا منا اللي كان معاه، اللي مات واللي هرب واللي في السجن ولكن محمد استاذ محمد، هنا السؤال، من المسؤول في الخمس سنوات هذه اللي توه ما يتصلش بي واحد يقول النظام السابق؟ لا، هذه شماعه نعلقوا عليها في اخطائنا، في فشلنا، في تاخيرنا. احنا كنا يا استاذ محمد ما كناش كويسين، صح، في ايام القذافي كان في مشاكل، لكن اصبحت الان مشاكل ما كانتش موجوده، بكل صدق. ما كانتش عنده مشكله سيوله، مش حد يقول لي كان في، ما كانتش عنده مشكله كهرباء، ما كانش عنده مشكله خطب، ما كانش عنده مشكله. اذا فلمن تحمل المسؤوليه؟ فلمن تحمل المسؤوليه؟ انا نحمل المسؤوليه كل من انقزل ثوره 17 فبراير، واصبح هو اللي يتنظر على الليبيين، واصبح بان هو الفاتق الناطق، وهو اللي جابها وهو اللي دار. اشكرك سالم من مدينه طرابلس. استاذ محمد، لحد الان ثوره 17 فبراير تعتبر ما نجحتش. شكرا لك سالم من مدينه طرابلس. الى خليفه من ريائنا، اهلا بك خليفه. اهلا بك خليفه. ننتقل إلى أم بشائر من طرابلس مرة أخرى، أهلا بك يا أم بشائر. أهلا بك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بنبه على نقطة مهمة جدا جدا. لما داروا البطاقات الصحية للناس وفرحوا بها هلبة، صارت سرقات من الشركات نفسها، يسرقوا في الدولة، دولة تسرق في دولة، زي مثلا شركة الثقة مثلا. باهي، بعدها قالوا هيا نديروا حل ثاني، ما عادش نتعاملوا مع شركات، نتعاملوا مع العيادة نفسها. العيادة نفسها عندها خروقات وسرقات، يا ويلكم من ربي. فيها شركات. طيب ما هو الحل برأيك يا أم بشائر؟ ما هو الحل؟ والله الحل ان احنا نحطوا الشخص المناسب في المكان المناسب، وما دابينا ما نحطوش اي حد الا شخص عنده حسن سيره وسلوك. نعم. وبعدين انا لقيت راهو كل اللي يهم اغلبيه المسؤولين يهمكم الكرسي. وين الشريف اللي قال انا ما قدرتش ندير حل لليبيين ولليبيا ولبلادي ويلا بنستقيل؟ كل
كفر حريم بهالمرتبات والمزايا. نعم، اشكرك يوم بشار من مدينه طرابلس الى بنت الجبل من غريان. اهلا بك يا بنت الجبل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا بنت الجبل. خير ونشكركم على البرنامج، رحمه لارواح الشهداء. ونقول ليبيا والله راهي تبي ضمير، بس لا تبي وزير ولا تبي سراج ولا تبي حفتر ولا تبي غير ولا تبي غيره. ضمير لو انهم الليبيين واللي حط الحق على ثوار الغرب طلعوا من هدف واحد وسحب روح مسلمه علي لناس امينه والغرب، نقول حتى فيه لكن وزير غلط لكن غصب عنه. نبي الثورة هذه لا قتلهم ما قتلوا، هم ضميرهم زي تو، كرباية ثلاث زي تو، والله العظيم أنا نخدم في قطاع الصحة، شفت حادثة أقسم بالله متأثرة منها لتو، هذاك الوقت تمنيت أن فيه قبضة يعني قوية لهذاك الشخص، دايرين على التطعيم يسكر فيه على الناس البسطاء واللي ما عندهمش ويجيب لهم في أصحابه وفلان وعلان ويجيبه من المنطقة، وما هي غريان بالذات لكن المنطقة اللي أنا نشتغل فيها. نعم مشكورك بنت الجبل من مدينة غريان. ويفتح لهم ويطعم ستة ولا سبعة ويفسد قنينة يعني طعم 50 طفل يقول خلاص هذي وسكر على الثانيين نقول لهم اليوم. نعم شكرا لك بنت الجبل من مدينة غريان إلى خليفة من ريائنا. أهلا بك يا خليفة. أهلا وسهلا فيك، أخبارك كيف طيب؟ حياك الله يا خليفة. الله الحمد لله. أنا المشكلة الوحيدة اللي هي لازمة الصحة في ليبيا العيادة الخاصة، العيادة الخاصة تطبخ في ليبيا بالكامل. مش الدكاتره الكل ترجع للمستشفيات والمرضين يرجعوا للمستشفيات والعلاج ترجع للمستشفيات، يعني تبدا في صحه بالفعل لكن ما عادش في صحه، يعني اذا كان كل حد خدم بالعلاج وذا عياده خاصه خلاص ما عادش في صحه في ليبيا. ترجع لي ولا لا؟ طيب يعني طيب هنالك من اتصل وقال ما ان ثمه بين المسؤولين هم ضعفاء الانفس ويقومون بتهريب الادويه وانه حتى وان صرفت لهم ميزانيه فلن تتوفر الادويه. كيف تعلق على هذا؟ هذا كل ضعفاء نفوس، هم ما دام يخبوا في المستشفيات يخبوا في الادويه هذا كل ضعفاء نفوس. المفروض العياده الخاصه هي المشكله في ليبيا، العياده الخاصه هي اللي تطبخ في ليبيا بالكامل، والدكاتره اللي فيها يبدو يجب يرجعوا للمستشفيات. بهذا الشكل. صح ولا لا؟ هذا رايك اذا خليفه من ريائنا، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. مشاهدينا الكرام الى محمد من بنغازي. اهلا بك محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أنت؟ كيف حالك يا أستاذ محمد؟ حييك الحمد لله، حياك الله. القناة الشريفة. حياك الله. يا محمد، نقص الأدوية أمر بات يؤرق الجميع. فماذا تعلق على هذا؟ والله الموضوع أظهر من زمان ورا، يعني مش من تو، يعني مش حديث الموضوع أظهر. من زمان غير تو كيف قعدوا يدوا يقولوا ما فيش تفاقم الآن كذا تفاقم زاد الطينة بالله. نعم. حتى بنادول ما فيهنش في المستشفيات يعني. بنادول اللي قاعد بجنيه ونص بره. ادويه الانسولين، دعنا نتحدث عن ادويه الانسولين، مرضى السكري يفتقرون الى الادويه، لم يتحصلوا عليها، ربما حتى في العيادات الخارجيه. بيعوفين برا، بيعوفين برا هذين. بيع في صيدليات برا. واللجان اللي قاعدين برا هذوما تعين الجرحى ومش عارف اكثر من جرحى قاعدين برا في الدول اللي برا هذوما. لجان اكثر من جرحى غادي. نعم. شكرا لك استاذ محمد. نعم اشكرك محمد من بنغازي، شكرا جزيلا لك يا اكرم من طرابلس. اهلا بك اكرم. اهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اكرم، نقص الادويه ربما امر يؤرقك انت ايضا، ماذا لديك لتقول فيه؟ الحقيقه نبي نقول ان جميع القطاعات خاربه في ليبيا من ال 69 لل 2011 حتى وان زادت الان ما بعد الثوره. نعرفوا كيف كان وضع الصحة في ليبيا والليبيين يعالجوا في الخارج، حتى قبل الثورة كانوا طوابير على تونس. لا. فما فيش حد يحمل المسؤولية على ثورة فبراير أو على الثوار. لا. الثوار سلموا الحكم وسلموا الدولة لصناديق الانتخابات، ومن تسلط في صناديق الانتخابات هم اللصوص أغلبهم من أزلام النظام السابق. يعني حتى نرد تعليق على الأخ اللي يتكلم من العربان ونقول الحمد لله بدنا نسمع في صوت يخرج من العربان في قرية نائية لا يوجد بها لا مستشفى ولا مدرسة ولا أي مؤسسة حكومية. المدينة ما زالت صحراء كاملة، أغلبهم يعيشون في خيام. أشكرك إذا أكرم من مدينة طرابلس، شكرا لك. وكذلك محمد من بنغازي، أشكركما أنتما الاثنان. إلى سالم من طرابلس وحمد من الأبرق. بك أولا سالم، أهلا بك. أهلا أستاذ محمد، حياك الله. أهلا وسهلا. يا سالم، نقص الأدوية أمر يثير أرق الجميع ويثير استغرابهم أيضا، إذ أنهم يقولون بعضهم يقول بأنها أزمة مفتعلة، ما رأيك في هذا؟
والله ممكن تكون مفتعلة من الناس تبي تأزم الوضع يعني في ليبيا، فهمتني كيف؟ بفشلوا دورة 17 فبراير هذه لها دور. كذلك أن الليبيين خدوا إلا من رحم ربي، مال الحرام ده يجري في دائم، هي مش واحد نقص الأدوية، حتى التهريب البنزين يهربوا فيها من الجنوب من الغرب هنا، ارتفاع الأسعار، هذا كله سبب تاع غياب الحكومة، فراغ السياسي اللي قاعد الآن في ليبيا. احنا نبوا حكومة واحدة وعليه مجلس النواب، على مجلس النواب أنه يتقي الله في ليبيا، اللي مقعمزين في بنغازي وفي طبرق وفي مصر ياخذوا في 30,000 دينار كل شهر يا ليبيين، وينضروا علينا كل يوم، عليهم أن يوافقوا عليه مجلس رئاسي وحكومة واحدة تضم من بنغازي من الجنوب من الغرب ويتقوا الله في الليبيين. هذا قاعدين يديرونا في المشاكل، هذا عقيلة صالح، هذا مقعمز هو وجماعته هذيك. أشكرك سالا من مدينة طرابلس، شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة إلى حمد من الأبرق. أهلا بك حمد. أهلا بك حمد. حمد من الأبرق، أهلا بك. إذا ننتقل إلى أحمد من مدينة طرابلس. محمد من طرابلس، أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك. يا محمد، الأزمات كثرت ومن بينها أزمة نقص الأدوية في المستشفيات، كيف ترى هذه الأزمة؟ والله هو أبواب الإنفاق بالنسبة لوضع مصرف ليبيا المركزي موقف كل أبواب الاستيراد والإنفاق يعني بصفة عامة. فالمرجعية ترجع لمصرف ليبيا المركزي يسأل عنها ليش يعني؟ طبعا هذا له أبعاد خارجية. طيب ما تعليقك على من قال بأنه ذهب إلى مستشفى الجلاء ولم يجد التغذية وخرج إلى الصيدلية ليشتريها فوجدها مختومة بمستشفى الجلاء؟ يعني هي متوفرة ولكن تم تهريبها بحسب رأيه. طبعا المشكلة لها أبعاد 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 متعددة، يعني عملية السرقة الداخلية وأخذ الأدوية وبيعها في هذه من زمان، يعني من 40 سنة من الفساد، يعني ماذا تنتظر؟ لكن الحل للمشاكل الموجودة الآن بالنسبة لنا نحن هي في إعادة هيكلة الإدارات بصفة عامة، يعني لكي لا يكون هناك اتهام لما يسمى بالأزلام أو بغيرها أو بغيرها أو بغيرها يعني. تمام، أشكرك. نعم، شكرا 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 معك. جزيلا لك محمد من طرابلس. إلى عمر من طرابلس، أهلا بك عمر. السلام عليكم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمر، أزمة نعم. نقص الأدوية، ما رأيك في هذه الأزمة وكيف ترى؟ مش الأدوية هي أزمة، جميع الكهرباء الصحة التعليم كل أزمة تامة في ليبيا. أما في البرلمان، يعني البرلمان يجري على السلاح وقدر يجي فقط، بس عمليات السلاح يجري عليها ليل ونهار، اتفاق مع الدول كذا الإقليمية والخارجية ومع روسيا. من دخل الشعب الليبي في الأدوية في الصحة في التعليم، هذا بيحطون دكتوري خلاص في ليبيا، بيدمر ليبيا خلاص، فالليبيين والتوار ينهضوا جاز روح من إنقاذ الوطن من هذا المجرم. السلام عليكم. نعم، أشكرك عمر من طرابلس ومحمد من طرابلس، أشكركما أنتما الاثنان. مشاهدينا قبل الختام نعرض عليكم سؤال الأسبوع مرة أخرى، والذي سيكون سؤال حلقة يوم الخميس المقبل: هل تعتقد أنه بالإمكان تجاوز العقبات التي تواجه العام الدراسي الجديد؟ هذا السؤال تجدونه على موقع الرسمي لقناة النبأ النبأ.tv، يمكنكم التصويت بنعم ولا رأي. هنا لدينا النتيجة اليوم: 76% يقولون نعم يمكننا تجاوز العقبات التي تواجه سير انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما ذهب 10% وقالوا لا يمكننا تجاوز هذه العقبات، و14% لا رأي لهم في هذا الموضوع ويتوقعون بين هذا وذاك، تأخذهم الحيرة. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم اليوم إلى ختام حلقتنا من برنامج رأي عام، والتي خصصناها على أزمة الأدوية. نلتقي غدا بحول الله في نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-03-02 021-362-03-03-021-362-03-02
03-04-21-362-03-05